سيداتي سادتي، اهلا ومرحبا بكم من جديد مع طارق في القناه ديال افيد، قناه اللي مخصصه في مجال العقار. كتجيب لكم فيديوهات ديال الشقق وعقارات اللي كتكون مطروحه للبيع. كذلك انتما الا كان عندكم شي عقار بغيتو تحطوا البيع كارض فيلا او فيرما او شقه، فعلا راه الخدمه ديالكم. اقدم لكم التحيه والسلام اينما كنتم. كنقول لكم مرحبا بكم في واحد العرض العقاري من العروض العقاريه المتنوعه اللي كنحط لكم. جيب لكم شقق اللي كتندار في اطار السكن المتوسط بواحد الفينيسيون اللي هي ممتازه كما كتشوفوا معايا. هذا نموذج بالنسبه للصالون، في خلاط من المواد ديال الديكور ومواد البناء، مثلا تستعمل فيه الخشب، الاضاءه، الريدويات بالضوء. اليوم جيب لكم هذا العقار من مدينه مكناس، مدينه الفينيسيون، مدينه المساحه ومدينه الثمن المناسب. اينما كنتم كنقول لكم مرحبا بكم في هذه المدينه. هذه اجيو تكتشفوا العقارات ديالها اللي هي بصح عقارات اللي جد جد منافسه. مثلا العقار اللي كنصور لكم اليوم راه الثمن ديالو ابتداء من 49 مليون. بالنسبه للمساحه اللي فيهم، فيهم مساحات مختلفه، وبالنسبه للمساحه الاجماليه راه كتفوت ال 100 متر. اما بالنسبه للمساحه اللي عندهم في الاوراق، فعندهم مساحات ديال 93 94 ديال 92 متر مربع. باش نعرفوا الفصاله ديال العقار اللي جيب لكم اليوم، عندي الباب ديالو ولا الباب ديال لونطري هي هذه. مور هذا الباب هذه كاين عندنا شقق وحدين اخرين. اما بالنسبه للعماره فهي عماره اللي فيها سبعه ديال الطوابق، سبعه ديال الطوابق، ودايرين فيها باش يعرفوا الناس مثلا غادي يقول سبعه ديال الطوابق، الطابق السابع راه صعيب. نقدر ناكد لك بان هذا العقار اللي اليوم لقيتو هو جايبينو بجوج ديال لي زاسونسور، بمعنى كاينين جوج ديال المصاعد باش الانسان ينسى داك المشكل ديال الدروج ما الى ذلك. كما كتشاهدوا معايا بالنسبه للغرف الديكورات اللي تستعملت فيها ديكورات اللي هي مختلفه، بالنسبه غادي للبلاتينيه من الاضاءه بالليد، وغرف اللي هما كبار. مثلا هذا نموذج ديال احدى الغرف، غرفه اللي فيها الحمام ديالها، اللي فيها البلاكار ديالها، وبالنسبه للارضيه كل هذه اللي فيها الارضيه هذه اللي فيها هاد الايحاءات كانك كتمشى على الخشب. نقدر نضيف بان راه مازال ما نظفوش هذا العقار، مازال في الاطار الانجازات النهائيه ديالو من ناحيه ديال الديكور والزوار. بلاكارات كما جرات العاده في هذه المدينه ديال مكناس، في العقارات اللي وليت كندخل لهم جل، نقدر نقول جل العقارات اصبحوا بالبلاكارات ديالهم كيتعطاو بالرفوف ديالهم وجاهزين. اما بالنسبه لهنايا عندي في هذه الغرفه هذه كاين فيها الحمام، هنا اللي قدامي هذه البلاصه هذه ما هي الا البلاصه فين كدار التلفزيون. اما بالنسبه للراس ديال الناموسيه والراس ديال السرير فهو كبير، هانتوما كتشوفوا المساحه ديالو، زائد جايب الضوء والاناره ديالو من شرجم اللي هو كبير. نقدر نضيف بان البلاصه فين كنتواجد بكم اليوم، كنتواجد بكم واحد من الاحياء اللي عامره في المدينه ديال مكناس، على مقربه من حي كامليه وعلى مقربه من شارع محمد السادس. وجات هذه الشقه هذه راه جاي كتشوف على الشارع اللي هو كبير، شارع ديال دوبل فوا. شنو كاين عندي دوبل فوا؟ هي شانطي كبير تيطلع وكتكون في الوسط، واحد الفاصل ما بيناتهم حاجه ديال الامل، وكيكون شارع واحد اخر اللي تيهبط. هذه حاجه اللي زوينه. اذا بالنسبه للشوفه ولا الفيزافي تيكون بعيد عليك، وبالنسبه للشمشه وكاين نقدر ناكد هي ان في هذا العقار هذا مازال الانسان ما يعزل من شقق مثلا حسب الطابق اللي هو. مثلا الطابق الاول مازالين فيه بعض العروض، مازال في الطابق الثاني، مازالين في الطابق الثالث. اما بالنسبه للسواق والفينيسون فخير دليل على هذا الشيء تنقول هو هذه الصوره اللي كتشوفوا معايا حاليا. بالنسبه للغرفه حتى بالنسبه للمواد اللي استعملت، مثلا الا هضرنا على الالومنيوم، على ما شفت عيني الالومنيوم شي حاجه دايرين زوينه. الصالون هانتوما كتشوفوا كي مبهج بهاد الديكورات هادو، رائعين الديكورات اللي هما ممتازين ديال الخشب في السقف ديال الليد. وهنا راه كنهضر دابا على ثمن اللي هو منافس، ثمن ديال 490 الف درهم، 49 مليون. كيفاش 49 مليون دايرين بالنسبه للطبق السابع؟ هبطت للطبق السادس فحاسبينو ب 50 مليون، هبطت للطبق الخامس فحاسبينو ب 51 مليون، هبطت للطبق مثلا الرابع فحاسبينو ب 52. كل طبق كتزيد مليون من الطبق السابع 49، وانت نازل حتى الطبق الاول حاسبينو ب 56 مليون. ولكن يستاهلوا، راه ثمن جد منافس. علاش؟ لان كنهضر معاكم من شارع اللي هو كبير دوبل فوا، كنهضروا على مقربه من شارع محمد السادس، واحد من اكبر الشوارع في مدينه مكناس، وبرطمه اللي هي زوينه وبرطمه اللي هي محدقه. بالنسبه عندنا كما شفتوا معايا كاين واحد الحمام في قلب
بتنعس، وعندنا حمام اللي هو اكسترن ولا هو خارجي اللي كيكومونيكي اللي كي عنده مثلا كنقولوا عنده اتصال مع جميع الغرف. عندي هنايا المطبخ، بالنسبه للمطبخ ديالي راه مطبخ اللي هو واجد، فيه البلاصه فين دير الثلاجه ديالك دايرينها هنا، دايرين البلاصه دايرين لاوط ولا بلاك والفرن معطيين، البلاصه فين ممكن الانسان يزيد هنايا مثلا لافاسيل ديالو، روبيني دايرينو دايرين لافابو بالشبكه. ونزيدكم هي انه كاين هنايا عندي في الخارج كاين عندي هنا بالكون فيه البلاصه فين يدير الانسان الشوفو، فين يدير الانسان الماكينه ديال الصابون ديالو. نعاودو اهم الاشياء، المساحه الاجماليه الى هضرنا المساحه كامله فكتفوق 100 متر، اما بالنسبه اللي عندهم هنا في الاوراق فعندهم مساحه ديال 93 وكاين مساحه 94 وكاين مساحه ديال 92 متر مربع. اللي بغى يشوف اعزائي المشاهدين هذا العقار فما عليه الا تواصل معايا ولا يتصل بي. اللي ما جاوبتوش مثلا راه كنعتذر، في بعض النوبات كيكون هناك ضغط، راه ممكن اعاده ديال الاتصال، ممكن اعاده ديال التواصل، وما يتخلقوش مني الناس يقول لك راه ما جاوبتيناش. كنعتذر، راه كل واحد كنبغيو نعطيو حقه فاش كنكونوا خدامين. كنضطر اني في بعض الاحيان انني ما نجاوبش على الهاتف باش كنقدم احسن كما كنقولوا احسن سيرفيس ولا احسن تعامل. بقات لي الغرفه رقم 3 هي اللي غادي نشوفوا دابا. اخر شيء بقينا نشوفوه الا وهي الغرفه الثالثه، فهي كذلك فيها الاضاءه ديال الليل. بالنسبه الارضيه ديالها فيها الارضيه كلها على شكل بحال الايحاءات كما قلت، دابا حيات كانك كتمشى على الخشب. اذا اعزائي المشاهدين وصلت للختام ديال هذا الشرح ديال اليوم والوصف ديال العقار ديالي ديال اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، كنقول لكم دمتم في رعايه الله، ما تنساونيش بالضغط على زر ديال الاعجاب والاشتراك ديالكم في هذا القناه. الى اللقاء وفي عقار مقبل ان شاء الله بعد ذلك.